بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على اللي هو الصبار المتمدد اللي احنا شايفينه ده. في ناس بيسموه صبار اسرائيلي برضك. الصبار ده من غير شوك، مفهوش اشواك، هنلاقيه بيدي وردة كده او زهرة صغيرة جدا، لونها زي ما احنا شايفين كده، لونها محمر شوية. طبعا ده بتزرع في الاماكن الصحراوية والنمو بيبقى كويس جدا، يعني بتزرع عندنا في جنوب سيناء بشكل كبير، لان هو اصلا هناك في نقص ميه يعني، والميه حتى هناك جودتها ما بتبقاش حلوه، الميه هي المتحليه محليه بتبقى برضك نسبه الملوحه فيها عاليه، فهو طبعا الصبارات بتحمل المواد دي كلها. بينمو كويس جدا في المناطق الصحراويه وبيتحمل نقص الميه. شكرا.